تتواصل في مركز كفر سعد بمحافظة دمياط أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال مشروعاتها لتطوير الريف المصري. ويشمل مركز كفر سعد بدمياط 28 قرية رئيسية، ويتضمن تطوير تنفيذ المشروع القومي لتبطين التراب وقرى المركز بما يمثل نقلة حضارية ونوعية تأتي ضمن خطط واستراتيجيات الدولة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكل عام وللقطاع الزراعي بشكل خاص. بنشكر السيد الرئيس على الحاجات اللي عملها لنا، حاجات ما كناش نحلم بها، صرف صحي وتبطين الترع، حاجات جميلة جدا جدا. اللي أنا شايفه فعلا مبادرة رائعة، مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة لأكثر من مشروع في كفر سعد وفي تفتيش تاني. عموما تبطين الترع ده شيء خيالي ما كانش في خيالنا، حافظ على كل شيء، مية نظيفة، رقعة زراعية هتبقى كويسة بعد كده.